حياكم الله إلى أولى مواضيعنا لهذا المساء، حيث تزايدت شعبية المدونات أو المدونات الصوتية عبر الإنترنت أو البودكاست في السنوات الأخيرة بشكل كبير، فقد أصبح دور المدونين محورياً في إقامة تفاعل بين أفراد الجمهور وفئات المجتمع، حيث أصبحت المدونة الصوتية محطة معطاءة غنية وثرية تعزز مبادئ الإصرار والنجاح عن طريق بثها للمواضيع المتنوعة. إطار هي مدونة صوتية تسلط الضوء على قصص ملهمة وملفتة أيضا. نتعرف على هذه المدونة من خلال تقريرنا الأول، نتابع. نحن نبدأ دائما بسؤال رئيسي وجوهري في المقابلة، شغفك في المجال الفلاني كيف بدأ ومتى اكتشفته؟ بودكاست هي مدونة صوتية كانت سابقاً في بداياتها في 2004، الفترة الأخيرة انتشرت بشكل رئيسي في السعودية، بدأت تنتشر عندنا نحن في دولة الإمارات الفترة الأخيرة آخر سنتين، في برامج كثيرة سهلت علينا موضوع التسجيل، موضوع رفع الحلقات هذه ونشرها بطريقة وايد سهلة وبسيطة، فبدأوا الناس يسجلون في البودكاست جميع المحتويات سواء كانت رياضية، ثقافية وتعليمية. نحن كنا ثلاثة من الشباب، وواحد منا كان ما شاء الله عليه عنده خبرة على البودكاست. أنا قبل البودكاست إذا ما كنت أعرف شو يعني أصلاً البودكاست، دردشنا مع الشخص هذا اسمه سعيد الشامسي، شرح لي فكرة البودكاست، وأنا كان لي ميول في الجانب الإذاعي وفي جانب التقديم بشكل كبير. طلعنا آخر شيء بفكرة سميناها بودكاست إطار، نبحث عن الشغوفين نضعهم ضمن الإطار، ندردشهم نحاورهم ناخذ يعني خلينا نقول قصصهم في المجال اللي هم يعني حابينه وهم شغوفين فيه. الحمد لله وصلنا مع الى تقريبا 11 شخص قابلناهم، حاولنا ان ننوع في الاشخاص وننوع في القصص الموجوده على اساس نجذب اكثر وناخذ يعني القصص بجمالها يعني، وتكون العفوية هي عنواننا في هذا البودكاست.